يبدأ سواق المركبات هؤلاء يومهم بهذه الطرق الوعرة التي حولت المحافظة إلى مدينة للتراب جراء التهالك والإهمال الذي حل بها على مدار سنوات. ولك أن تتخيل عزيز المشاهد أن هذا الشارع رئيسي ويعتبر مدخلا للديوانية ورابط أيضا لمحافظات أخرى. الشوارع لا تسولف سالفتها، يعني الشوارع لو باقين على الشوارع القديمة اللي كانت بأيام الثمانينات والتسعينات أفضل لنا، لأن الشارع القديم هسه بأيام السبعينات والثمانينات من جاي يعمرون بيه أو يصلحون بيه يدمرونه يفلشونه تفليش يفلشونه، يعني لو يظل على القبل أحسن. يعني هسه بالنسبة هذا الشارع وهذا الجسر لو ظل على القديم أحسن لنا، أفضل لنا هواي والله العظيم. يعني هسه لها 12 سنة بس حفر ونقر، وهي الديوانية كلها تعبانة عجيبة. يعني هسه هاي الحكومة، يعني المحافظة اللي مجلس المحافظة اللي راحوا هسه معاينوا عليها، هسه الله ما هم مخافة الله ما عندهم، بالله هاي عوفة مخافة الله ما عندهم. يعني شيء، يعني هسه بضميركم انتم، هسه عوائلكم سياراتكم، يعني الناسكم، يعني ما تباعون، يعني عجيبتهم والله العظيم. حفر نقر زبايل حشا، يعني شنو تريده بالديوانيه موجود. والله جريمه، والله جريمه. هاي السيارات اللي 20 و2022 تمشي بالشوارع هاي. شوف المدخل مال المحافظه مال من طريق النجف، وهذا عليه خمس محافظات، ها خمس محافظات او سته، هاي المحافظات الناصريه وغيرها. شوف المدخل اول ما تدخل مجاري ضاربه ونقر، وهذا جو الجسر ما يعني ما ينوصف من حيث الزبايل والحفر مال النقر والخيسه، وهو هذا مدخل المحافظه. هاي وحده. ثاني شيء، من تمشي من تطلع من المدخل هناك كانك صاعد على جسر النجف، شوف التراب وشلونه. التراب لا يخليك تشوف، لا تسمع، لا تنزل جامه، لا شو اسمه، تراب على صفحتين الرصيف. دعوات لأصحاب الشأن يطلقها مراقبون للبدء بعمل حقيقي بعيدا عن استعراضات السوشيال ميديا ورصد أموال المحافظة من الموازنة لمشاريع خدمية تنتشل واقعها المرير. ديوانية مدينة منكوبة، يعني بعد هذا الشعار صار فقط في الفيسبوك، بينما المسؤول إلى يجي يشوف الديوانية على وضعها. يعني ندعو أن يكون هنالك زيارة رسمية لمسؤولين للإطلاع على حجم المرير لمحافظة ديوانية. يعني ما تعرف يوم يسوون رصيف، ثاني يوم يفلشوا كل هدر بالمال العام، فساد إداري، فساد مالي. يجب أن يكون هنالك اهتمام حكومي من خلال تخصيص مبالغ مالية. من الديوانية سيف علي، قناة دجلة.